فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما أدى النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضية، هل كانت الأصنام حول الكعبة حينئذ؟ نعم، لكن ما تمنع من الطواف والسعي، ما تمنع من الطواف والسعي، لأنها من شعائر الله، لا يؤثر عليها الأصنام. نعم، لذلك كانوا يطوفون بالبيت وعليه 360 صنم، ولا يمتنع من الصلاة عنده ومن الطواف به، لكنهم تركوها لأنهم ما يقدرون على إزالتها، فلما مكنهم الله أزالوها. نعم.